فلذلك أرجو منك أيتها البنية الحبيبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، فأنت مؤنستي وأنت غاليتي، اهتمي بصلاتك، حافظي على قراءة القرآن، حافظي على حفظ القرآن الكريم، حافظي على حجابك، حافظي على تشبثك بدينك، حافظي على دينك ودافعي عن دينك. علاش كنقول لك ككامل؟ علاش؟ لان كاين بزاف ديال التيارات الفكريه التي تبث الشبهات في القلوب ديال البنات والنساء، فتيقول لهم حيدوا الحجاب ديالكم وحريه الجسد، ممكن انكم ترتكبوا الفاحشه مع اي واحد والجسد ديالكم هذاك، وتيقول لهم بزاف ديال الامور. تيقول لهم مثلا بانه للذكر مثل حظ الانثيين، هذه الايه خصنا نحيدوها وخصنا نديروا المساواه في الارث وكذا. كل هذه الامور ينبغي لك ايتها البنيه الحبيبه الجميله التي احبك كثيرا انك ترفضيهم، وقول لهم انا اريد شرع الله سبحانه وتعالى، واريد ما اراده الله سبحانه وتعالى واختاره الله لي في اللباس ديالي وفي المال ديالي ومع الزوج ديالي وحياتي مع الوالدين ديالي ومع الارث ومع اي حاجه ارضاها الله سبحانه وتعالى فانا ارضى بها وادافع عنها. وما يظنش شي واحد ابدا انه غادي يقدر انه يهزمك وانه يغير لك الافكار ديالك وانه يقول لك انا راه جبت لك شي حاجه افضل واحسن مما اختاره الله سبحانه وتعالى لك ايتها الحبيبه. فلذلك بنيتي حافظي على صحبة صالحة، حافظي على الصلاة، حافظي على القرآن، تشبثي بالقرآن، افتخري بالقرآن، افتخري بما جاء به النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ما تخليش شي واحد أنه يغير لك الأفكار ديالك، تبتيع لها وما يقولك شي واحد بأن أفكارهم أفضل مما جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بما ذكرت، واهتمي به وحافظي عليه ودافعي عليه وما تفرطيش فيه ابدا، لان هذه الدنيا فيها دائما فيها بزاف ديال 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 الصراعات بين الحق والباطل. الحق الذي جاء به الله سبحانه وتعالى في القران وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في السنه، والباطل هو ما يدعو اليه هؤلاء الذين يعني ياتون بزبالات الغرب الى دين المسلمين باش انهم يغيروا انهم يعني يبدلوه. فنسال الله تعالى ان يثبتك ايتها الحبيبه وأن ينصرك وأن يجعلك صالحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاج المسلم الأمازيغي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.